بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأول من قصة طموح جارية للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الأول. أهم النقط اللي في الفصل الأول عندنا بيتكلم عن دعاء المؤمنين. الفصل ده بادئ بدعاء المؤمنين: دعا المؤمنون ربهم أن يفرج الله الكرب ويدفع البلاء ويرد عن أمة العرب وعن أمة الإسلام الأخطار التي تحيط بها ويتمكنوا من تطهير أرضهم من المستعمرين. من هم المستعمرون؟ هم التتار والفرنج. بادئ برضو الفصل ده بيكلمك عن جارية كانت تناجي ربها وهي شجرة الدر، وتذكرت شجرة الدر كيف أن الله خلصها من الرق والعبودية بعد أن مزق التتار شمل قومها الخوارزمية، وكيف أنها تزوجت من الأمير نجم الدين وأنجبت له ولدا، هذا الولد هو خليل وكان هو السبب في حريتها، ودعت ربها أن يحفظها ويحفظ ابنها ويساعد زوجها في العودة مرة ثانية حاكما على مصر. شوق شجرة الدر إلى مصر. شجرة الدر كانت تشتاق إلى مصر وتشتاق إلى النيل، ووصفت النيل بأنه شعاع من فضة، شعاع من فضة على بساط أخضر، ووصفت شعب مصر بأنه شعب كريم، ووصفت مصر بأنها قوة هائلة بشعبها وجيشها يخشى العدو بأسها، وبجيش مصر وجيش الشام يمكننا أن نصد خطر التتار وخطر الفرنج. في هذا الفصل أيضا أهم نقطة فيه تذكرت شجرة الدر العقبات التي كانت تقف في طريق زوجها نجم الدين ليكون حاكما مرة ثانية على مصر. أول عقبة وأكبر عقبة هي سوداء بنت الفقيه زوجة السلطان الكامل. التتار الذين يكتسحون البلاد العربية، الروم الذين تسارع جيوشهم لاحتلال البلاد العربية. العقبة الرابعة أمراء بني أيوب المتنازعون المتباغضون، ويسعى كل أمير منهم لمصلحته. وأضاف نجم الدين عقبة وهي الحاجة إلى جيش قوي. يبقى العقبة التي أضافها نجم الدين لهذه العقبات هي الاحتياج إلى جيش قوي يمكنه من دخول، يتمكن به من دخول مصر حاكما عليه. ده كده كان الفصل الأول وأهم النقط اللي فيه.